السلام عليكم. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا دبس الرمان الفاخر. دبس الرمان بيلزمه نوع من الرمان الحامض جدا، بيكون من الداخل لونه احمر داكن وحموضته شديده جدا. اذا عندكم من هالنوع بيكون ممتاز، بس اذا ما عندكم مش مشكله. انا هون بكندا ما عندي منه هالنوع، هو متوفر بلبنان وبفلسطين بعده بلدان عربيه. في طريقه وهي إضافة عصير الحامض لعصير الرمان تنعمل دبس رمان ممتاز. إذن على حرارة متوسطة بضيف كوبين من عصير الرمان الصافي، اللون الأحمر مش ضروري لتساوي دبس رمان اصلي، في انواع رمان لونها فاتح مش مشكله، اهم شيء الطعم، بس اللون طبعا بيعطي منظر جميل. اذا كوبين من عصير الرمان الصافي، بضيف لهم نص كوب من عصير الحامض الصافي. ونص كوب من السكر. بحرك جيدا وبتركهم حتى يوصلوا لنقطة الغليان. مثل ما شايفين دبس الرمان بلش يغلي، لون جميل. الرغوة اللي شايفينها على السطح سببها سكر، مش مشكلة، بتشيلوها بالملعقة كل ما تكونت. من الضروري انكم تستخدموا طنجرة شوي غميقة حتى ما يطفح على السطح ويعملكم مشكلة، ولازم طبعا تراقبوه اول ما يغلي حتى ما يكون الفوران قوي. ولما بتنوصل الغاز بتحافظوا على درجة غليان خفيفة إلى أن يتبخر ويوصل لنص حجمه. مثل ما شايفين بعد حوالي ساعة من الغليان تمت عملية التبخير، وصلت الكمية للنصف. صار وقت طفي الغاز واترك الدبس يبرد قبل ما صبه بالقنينة. مثل ما شايفين الدبس انخفضت حرارته بعد ما طفيت النار واتخذ شكله اللزج الجميل، وصار فيني اسكبه بالقنينة. وبحب اصلح غلطة ارتكبتها ببداية الشريط او ببداية الحلقة، وهي انه كمية السكر مش نصف كوب بل كوب كامل. اذا كوب كامل من السكر بدل نصف كوب. هلا بسكب الدبس بالقنينة بحفظه بالبراد وبيدوم لعدة أشهر. طبعا لما احطه بالبراد حيصير لزج اكتر، وحفرجيكم اياه بعد ما يبرد بالبراد. اذا هيدي الكمية اللي طلعت دبس الرمان الصافي، رح احطه بالبراد وفرجيكم اياه بعدين كيف حيصير شكله او لزاجته.
مثل ما شايفين بعد تبريد الدبس اتخذ شكله اللزج الجميل. بضيفوا منه ملعقة طاولة لمعظم الطبخات اللي بتحتوي على صلصة البندورة، بيرفع لها مذاقة وبيعطيها لون جميل. من أبرز الأكلات اللي بيستخدم فيها البامية، الكفتة، الملفوف المحشي، ورق العنب بالزيت، وتتبيلات بعض المشاوي بيعطيها نكهة مميزة. بيستخدم كبديل للحامض كمان بالصلايد، وفيكم تصنع منه شراب منعش. لكل ملعقة طاولة كوب مي باردة وتلج. أما طبيا فهو جيد لأمراض اللثة والنقرس وحصى المرارة، وحموضته فيها خواص هاضمة مفيدة جدا للمعدة. مثل ما شايفين لون جميل، هالدبس فخر جدا، بنسميه كمان بلبنان رب الرمان، دبس الرمان ورب الرمان. مستحيل تلاقوا بهالجودة بالأسواق لأنه من عصير الرمان الطبيعي. بعض الشركات ممكن تستخدم بضعة ملاعق من العصير وتحط نكهات وتلوين حتى تعطي حجم ومذاق. هيدا دبس صافي 100%، شايفين ملمس الدبس الأصلي، ريحته كتير حلوة على فكرة. في كتير بيقولوا انه في سكر، في كمية سكر وبيغير طعم الطبخة. بالعكس ما بينحط كتير منه، يعني الواحد بس بيحط ملعقة طاولة بالطبخة بترفع المذاق بدون ما تأثر، بدون ما تعطي حلاوة. بتحسوا انه الأكل صار فيها حموضة طيبة مع نكهة مميزة وكتير لذيذة. بتمنى تجربوا وتحضروا او تصنعوا، كتير سهل. الحلقة انتهت. إذا حابين تشوفوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط، أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.